الفصل الثاني، السؤال الثاني الذي تسأل عنه في قبرك. دوام أصل دوام سؤال في قبرك أنا تبوس كيجي. ما دينك؟ دين سشدة. تقول الإسلام ديني. تور طويت إسلام مدين ده. يسألك سائل يقول هل أنت مسلم؟ أجي سوق دنا تبوسه كي مسلماني. تقول نعم أنا مسلم. تور طويت بالكل أو مسلماني. ما هو الإسلام؟ إسلام سشدة. الإسلام أن تسلم وتفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة. اسلام دي تويجزان الله تتسليم كي والله رب العالمين دري وعلى التوحيد اقسامك يوازي اوغني. المسلم لابد ان ينقاد، لابد ان يطيع الله ولا يعصي. مسلمان لازمي خبرك الله رب العالمين تمنقاد مطيع وداغي اطاعتك ونافرماني ونك. ياتي وقت الصلاه دمانزو وقت رازي، رجل لا يصلي سلام منكي مسلم، مسلمان دي لابد تصلي لازم اغا منزوكي. ايضا الاسلام المسلم لابد يتبرأ يتميز عن المشركين. مسلمان بايد مشركين براءات إظهاروكي وداغيك منسك فرقشي. نعم المراتب الدين ثلاثة، الدين الإسلامي مراتب ثلاث درجات. الإسلام دين دري مرتبي دي دري درجات دي. الإسلام المرتبة الأولى. إسلام أول مرتبة. المرتبة الثانية الإيمان. دريمة مرتبة إيمان. المرتبة الثالثة الإحسان. دريمة مرتبة إحسان دي. أركان الإسلام خمسة. ده إسلام بنز بنادي. وأركان الإيمان ستة. ده إيمان شبق بنادي، شبق أركان دي. والإحسان ركن واحد أو إحسان يو ركن دي. نعم والله أعلم. والله أعلم.